صرح إنسان الإمامة لا حياة بلا كرامة، صرح إنسان الإمامة لا حياة بلا كرامة، والحسن للطف بداية سجل بدم الضحايا، لا حياة بلا كرامة لا حياة. خلينا نتعاون كلنا، صرح إنسان الإمامة فدوى روح لك، صرح إنسان الإمامة لا حياة بلا كرامة، والحسن للطف بداية سجل بدم الضحايا، لا حياة بلا كرامة عيدها، لا حياة الحسن رسم خارطة الطريق الكل ملامح تضحيتها، والسماء السابعة الثورة كربلاء مأيدتها، صابر على أهل النقم وبهالصبر دور نرسم، من المهم عنده تلزم عبادته، ما نطي فرصة لأمية تستعيد الجاهلية، أي ما نطي فرصة لأمية تستعيد الجاهلية، والطفوف النصر آية سجل بدم الضاح، شنو؟ لا حياة بلا كرامة، لا حياة صرح لسان، صرح لسان الإمامة، لا حياة فدوى روح لك، لا حياة بلا كرامة، لا حياة خلها أفواه النواصب تحجي ضدب كل وقاحة، خلها ناس الأغبياء اتعادي إيمانه، وكفاحة خلها خدام الكراسي عيون صباح، هذا الحسين ما أعظم جندي المفاهيم، السماء جربات حماي الحمي والكرام طري
العز وشاحر حامل بصدر الرسالة سيد الحق والعدالة حامل بصدر الرسالة سيد الحق والعدالة واجه بصبر المناية سجل بدم الضحايا لا حياة بلا فدوة لا حياة هي صهر حل الجاهل أي قيس الأمور بهالحياة انت على قد فهمه يقول ليش الحسن يعقد صلح ويا شيطان الأمور نظرتي صارت قصيرة لأن ثوب قصير علمه والحسن رادي بهالصدح واقع أمي ينفضح ويمهد الطف الفتيح لانتصارات باليمة صاحب النظرة البعيدة يدرس الثورة المجيدة صاحب النظرة البعيدة يدرس الثورة المجيدة هذا واقع مرواية سجل بدم الضحايا لا حياة بلا كرامة لا حياة صيح صرح لسان صرح لسان الإمامة لا حياة أسمع صوتك للشاعر الحسين قحطان الحسناوي تاكل وتنكر بعضها الناس ما نعرف شبيها ليش تستعجل وتنطب لا وعي الحسين لو حارب بعصر أسرته ما يبقى بيها والأغلبية عافته وذاك ابن أمية نصرته لو حارب تموت أخوته وكربله من يظليها
بالأحداث أعرف أخوتي ظاخر هل الطاف هو بالأحداث أعرف أخوتي ظاخر هل الطاف يرفع الدين الله راية سجل بدم الضحايا لا حياة بلا كرامة لا حياة صرح الإنسان صرح ناس شفناها بزمننا تحجي بلسانها لمية ترفس النعمة العظيمة بالحجي على المرجعية اتناسى والخطابات الأبية ابداع الجهالة تبتلي وهذا حقدها حرملي مثل الحسن سيد علي نصر مجدي الغاضرية إلا اللهم ديما صاحب الفتوى العظيمة إلا اللهم ديما صاحب الفتوى العظيمة بالحشد وضحيت الغاية سجل بدم الضحايا لا حياة بلا كرامة لا حياة صيح صباح صرح لسان الإمامة بارك الله بارك الله فيك خادم الشاعر الحسين قحطان الحسناوي سلام لولا المرجعية كان عاش بواقع الظلم وحفظت الأعراض هي والأرض من داعش الدم أعديها تحسدنا الشعوب صارت لنا مثل زمزم ينبابها توقفرت اسمع ينبابها توقفرت وما تجاملي بحق الشعب شفناها بيام التعب للجروح الصير بلسم للحسن هي امتدادة صارت بفكرة جهادة للحسن هي امتدادة صارت بفكرة جهادة
من أجل حب الولاية سجل بدم الضحايا. لا حياة بلا كرامة، لا حياة صيح صراح صرح لسان الإمام. الحسن ريحانة الهادي وما نسينا جروح همه عقوب أتعاب ونضال جازتي جمرات سمى على فراق ساعد الله على فراق ساعد الله قلب خيه ابو اليمة الارض الباقي عيشه اي بسهام نعشي ودعى الارضين وقبال طف الفاجعة الارضين خاضت الطف الحسين الحسن صار الهيمو.